طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق، عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبسه والدك يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. أبناءنا يا حافظين، بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين،
وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوض أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبسه والدك. يا أبنانا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبنانا يا حافظين، بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلوك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حراسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق، عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن. فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. الذكر يا أبنانا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبنانا يا حافظين،
بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبس والدي. يا أمنانا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. أنا يا حافظين بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين